对对。اهلا والمشكلة في الانترنت والمحطة الاخيرة اليوم هي هنا هذا طائرة ذكية وربما هي فكرة في الان ولكن اعتقد انها سوف يكون حقيقية مثل السيارة في اليوم. أصدقائي المشاهدين، رأينا المنتجات التقليدية الصينية والمنتجات الحديثة التكنولوجيا الحديثة و يعني نتمثل بأسلوب الصينيين الجديدة الحياة الجديدة ورأينا المستقبل. فماذا يفضلون وماذا يعجبكم تخبرونني وسوف ننتهي البث مباشرة اليوم. شكرا جزيلا. رأيكم تيانسي من حايكو حاضر مقاطعة حنان جنوب الصين في معرض الصيني الدولي الثاني للمنتجات الاستهلاكية. مع السلامة وإلى اللقاء في مرة قادمة. شكرا جزيلا.